أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة معنا من فقرة الصحة والرشاقة في رمضان. النهاردة هيكون معنا كابتن طارق خيري، هيكلمنا عن نظام غذائي وتمارين صحية. تعالوا بينا النهاردة نشوف هيقول لنا. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن المعاقين، والمعاق ده مش إنسان ناقص أي شيء، بالعكس ده إنسان عادي جدا زيه زي أي إنسان، بدليل أنه في بني آدمين كتير معاقين وأحرزوا بطولات رياضية كبيرة ما حققهاش ناس عادية، فده بحد ذاته يعتبر أنه هو عمل إنجاز كبير في حياته. فالبني آدم دوت يعني له كل التقدير وكل الاحترام، بما انه تعب وبذل مجهود غيره يكون سليم وما قدرش يبذل نفس المجهود. فالنهارده احنا هنقول على المعاقين ودورهم في المجتمع، دور ايجابي، بس احنا لازم نساعدهم على الدور دوت ان هم يقوموا بيه على اكمل وجه. واحنا بيجي لنا في الجيم حالات كتير وبندربهم التدريب اللي هم يقدروا يتدربوه معانا واللي حالتهم تسمح بيه انهم يتمرنوه. في ابطال في رفع الاثقال معاقين وسجلوا ارقام قياسيه طبعا، وفي برضو ابطال كتير في رياضه الجري وفي رياضه السباحه وفي في في جميع شتى مجالات الرياضه. وبنصح ان اي انسان معاق ما يعتبرش نفسه انه هو مش هيقدر يؤدي دوره في الحياه، لا بالعكس، انت انسان تقدر تؤدي دورك احسن من ناس كتير جدا، واحنا بنساعدك. ولو تيجوا تشوفوا احنا عندنا بعض النماذج اللي احنا بنمرنها وبنديها حقها في التمرين وبتحقق مراكز وبطولات وبتشرفنا وبتشرف نفسها كمان وبتشرف البلد. شكرا والى اللقاء في الحلقه القادمه. النهارده تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا، انتظرونا ولقاء جديد على موعد مع الصحه والرشاقه. كونوا معانا.